بسم الله الرحمن الرحيم. واصل الحديث عن ارتباط عبادة قبر الخواطر ومراعاة المشاعر بالمأمورات الشرعية. قلنا هذا إما أن يكون على سبيل الوجوب كما جاء في أوامر كثيرة وقد سبق بيان ذلك، وإما أن يكون على سبيل الاستحباب. من ذلك ما أمر الله سبحانه وتعالى من قبر خاطر صاحب المعاناة الذي هو في معاناة، الذي يعاني من قلة ذات اليد من الحاجة، فإن المسلم مأمور بأن يراعي مشاعره وأن يرعاه وأن يسعى في رفع المعاناة عنه. هذا مأمور به شرعا، وهي عبادة يؤجر عليها الإنسان وفيها الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يكسر خاطر هذا القريب أو هذا الجار بأنه يسرف في الكماليات، وهذا القريب أو هذا الجار أو غير هؤلاء لا يجد الضروريات، هذا يسرف في الكماليات وهذا لا يجد الضروريات، بل يتعامل معه بالشح. والله تعالى قد قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وجاء في الحديث الذي رواه الطبراني بسند حسن من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. إذن هذا من ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أنه لا يبالي بمشاعر هذا القريب أو المحتاج أو هذا الجار، أو يعني لا يبالي بمعاناته، بل يقدم ما يستطيع في ذلك، يقدم ما يستطيع في هذا الأمر. قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. انظر، شيء يعني يعتبر يسير، لكن مع ذلك الإنسان يحرص على القيام بهذا الأمر ويعيش هذه المعاناة مع قريبه، مع جاره، مع غيرهما من عموم المسلمين، ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى في ذلك. ويكون الإنسان أيضا حريصا على الصدقة، يكون حريصا على إعطاء المحتاج، وفي ذلك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. الإنسان يكون عنده الرغبة في هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى حينما يقوم بهذه العبادة ويجبر خاطر هذا المحتاج، يجبر خاطر هذا المحتاج ويعيش معه هذه العبادة، عبادة قبر الخواطر، في مختلف الأزمان. في رمضان يعني يسعى في تفطير الصائمين ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومعلوم ما جاء من ترغيب في ذلك، وأن من فطر صائما كان له مثل أجره. إذا جاء عيد الفطر فإنه أيضا يحرص، وهذا يجب عليه، أن يخرج زكاة الفطر ويكون له أجر من الله سبحانه وتعالى، وفيها طعمة لهؤلاء المساكين، وفي إدخال الفرح عليهم، وفي إغناء لهم عن السؤال يوم العيد. ذلك إذا جاء عيد الأضحى فإنه يذبح أضحيته، يتذكر أن هنالك من لا يستطيع أن يذبح الأضحية فيطعمه من هذه الأضحية التي أعطاه الله سبحانه وتعالى ومنحه إياها ويسر له أن يتقرب إليه بها. وكذلك يعطي هذا البائس ويعطي هذا يعني الفقير كما أمر الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. إذا جاءت أيام الشتاء ويستطيع أن يستدفئ من هذا البرد، هنالك من الناس من لا يمكن أن يفعل ذلك، يمكن أن يكون من أقاربه أو من جيرانه، أيضا يجبر خاطره ويعني يقدم له النفع ويقدم له الخدمة فيما يرتبط بهذا الأمر. إذا جاءت أيام الدراسة هنالك من الفقراء والمحتاجين من يكون عليهم يعني ثقيل، يكون عليهم ثقل في هذا الأمر، فيقدم لهم شيئا. فالمقصود أنه يعيش هذه العبادة في مختلف الأزمان وفي مختلف الأحوال، ولا يحتقر أي أمر من الأمور، لا يحتقر أي أمر من الأمور. قد جاء في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. ما يحتقر أي عطاء، أي شيء يستطيع أن يقدمه فإنه يحرص على ذلك. إذن هذه من العبادات المستحبة التي يجد أجرها عند الله سبحانه وتعالى، وفيها قبر للخواطر، وفيها مراعاة لمشاعر هؤلاء حينما تأتي عليهم هذه المناسبات وهم لا يجدون. مثلا يأتي في رمضان هذا ما شاء الله يفطر على كل ما لذ وطاب، وهذا لا يجد ما يفطر عليه، فلا شك أن هذا فيه
يعني اهتزاز وكسر لخاطر ولمشاعر هذا الإنسان الفقير والمحتاج، لكن حينما يعني الناس تعيش هذه الروح الأخوية يكون له الأثر العظيم في نفوسهم. كذلك أيها الأحباب الكرام، مما يرتبط بهذا الأمر أنه إذا أتاك الشخص يريد أن يقترض منك المبلغ من المال وعندك القدرة، فإنه يستحب لك أن تقوم بذلك وأن تعطيه هذا القرض، والله سبحانه وتعالى يأجرك، الله تعالى يأجرك على هذه على هذا العمل وعلى هذه العبادة والطاعة. بل جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا إلا قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. يعني مثلا لأن أقرضته 10,000 ريال، قلت له قال لك إن شاء الله بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد 6 شهور بحسب الاتفاق. الآن لما هو يبقى هذا المبلغ عنده، فإذا جاء وسلم لك هذا المبلغ فكأنك تصدقت 5,000. جاء في الحديث الآخر أنه لا جاء قال أمهلني ليس عندي القدرة وأعطيته لأخرى كأنك تصدقت بالمبلغ كاملا، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، يرجع لك المبلغ ومع ذلك يكتب لك أجر الصدقة. الإنسان يحرص على هذه العبادة، وأيضا من يأخذ هذا يحرص أيضا على أدائه حينما يتيسر له الأمر. كذلك ما يرتبط بهذا الأمر أنه إذا أصبح معسرا، إذا أصبح معسرا ولا يستطيع أن يسدد لك، لأنه في الحقيقة إذا جاء يريد أن يقترض منك وأنت مليء وعندك القدرة وهو مضطر لهذا، فإنه يجب عليك، يدخل في الأوامر الشرعية الواجبة. لكن إذا لم يكن بهذه الحالة فإنه يستحب لك أن تقرضه، مثلا يريد أمرا من الأمور التي وليس مضطرا إليها، فإنه يستحب لك أن تقوم بهذا الشيء، أو يكون عندك عليك نوع من الكلفة ومع ذلك يعني قمت معه ببعض التعاون في هذا الأمر، فأنت مأجور على هذا الشيء. كذلك إذا أصبح معسرا فإنه لا يجوز لك أنك تشدد عليه، وأنك يعني ما دام أنه معسر فعليك الإنذار، أن تنظره، إما أن تعفو عنه، وإذا لم ترد أن تعفو عنه هذا يعني مستحب أنك تعفو عنه، لكن بالنسبة لإنذاره يعتبر من الأمور الواجبة، وهذا فيه جبر لخاطره، لأنك لما تأتي وهو معسر وتلاحقه وتضايقه ويعني تشدد عليه في الأمر، هذا فيه كسر لخاطره، كسر بشكل كبير جدا. لكن لا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن إذا كان معسرا فإنك تنتظره، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، وكان إذا وجد معسرا أو إذا جاء عماله قالوا شخص معسر فقال تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، فتجاوز الله عنه، فكان هذا سبب في أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه، لأنه كان يتجاوز عن المعسرين. كذلك إذا جاء يطلب منك الإعارة مثلا في بعض الأشياء لا توجد إلا عند بعض الناس، يعني ليس عند الجميع، مثلا يحتاج منك وعاء أو شيء معين هو موجود لديك ولا يضرك أن يأخذه من أجل أن يستفيد منه ثم يعيده لك، فإنك تبادر إلى ذلك ولا تكون ممن يمنعون الماعون، بل تحرص على هذه العبادة ولك أجرها عند الله سبحانه وتعالى، تؤجر وأنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة وبهذه الطاعة. فالإنسان يحرص على مثل هذه الأمور ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها ويستشعر ما في ذلك من أجر. كذلك أن تحرص على دعوته، إذا كانت عندك وليمة أو مناسبة فإنك تحرص على دعوته خاصة بالنسبة، يعني مثلا تجد أنه ربما بعض الأشخاص يحرص على دعوة أصحاب النفوذ أو أصحاب الوجاهة أو أصحاب المال أو نحو ذلك ويهمل الأقارب ويهمل المحتاجين، لا، الإنسان يكون حريصا أيضا على دعوة هؤلاء، وإلا فإن هذا الطعام يكون من شر الطعام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. يعني واحد غير محتاج وهو حريص على أنه يحضر ولا يحتاج أصلا أنه لا، وليس معنى ذلك أنه يمنع الإنسان، أكيد يمكن بينه ود وناس ويريد أن يدعوهم أو أن يضيفهم أو نحو ذلك، لكن المقصود هذا أنه أيضا يحرص على دعوة هذا الذي يراه ضعيفا أو يراه محتاجا أو ربما كان من أقرب الناس إليه أو من جيرانه يذهب إلى الأباعد ويغفل عن هذا الجار، وربما كان هذا الجار يعني لا يجد مثل هذا الأكل، فالمقصود أن الإنسان يحرص على هذا ويؤجر
على هذه العبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه أنواع من العبادات فيها جبر للخواطر، فينبغي أن نحرص عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يتقبل من الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.